اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفجأة أول ما ركبوا عربية حمزة اتضرب عليهم نار، بس اتعاملوا مع ضرب النار. وأبو لينا كان مكلف شخص يراقبهم ويكلم باباها: سيادة اللواء، في ضرب نار على حمزة بيه ولينا هانم. اتعامل يا علاء لحد ما جيلك، هم قريبين من المقر صح؟ أيوة يا فندم، وأنا بتعامل، شكلهم مش مصريين وحضرات الضباط بيتعاملوا. تمام، احنا جايين. وقفل واتصل بمحمد: محمد اسمعني كويس، اختك وحمزة بيتضرب عليهم نار واحتمال يكونوا تبع المافيا. ومحمد قام وقف: ايه حضرتك بتقول ايه؟ هم قريبين من هنا؟ ايوه، اتصل بباقي زمايلك وانزلوا اتعاملوا، وانا نزلت اهو رايح عليهم. وفي عربية حمزة لينا وحمزة بيضربوا نار. خلي بالك من نفسك، ما تقلقش مش اول مرة، وانت خلي بالك من نفسك، شكلهم مافيا. ايوه فعلا هما، انا قلت مش هيعدوها على خير، وكمان عرفوا هوايتي وكنت مستعدة للحظة دي. ايوه، ما هما رجالتنا اللي هناك قالوا لنا كده، وفي حد قال لازم يصفونا، ده عند امهم ان شاء الله. وبعدها بيضربوا فيهم وزمايلهم انضموا ليهم، وبعد عراك طويل بينهم وبين رجالة المافيا كان الانتصال للشرطة المصرية، وتم القبض على العناصر الإجرامية. ولينا شافت أبوها وأخوها كمان وباقي زمايلهم. هو انت عرفتوا ازاي؟ مفيش، انا سمعت صوت ضرب النار، وطبعا انت عارفة ان في عناصر نزلت، ومطلوب بقى تصفيتك انت والنمر. بس عادي، احنا اتعاملنا مش اول مرة يعني، ولا هتبقى اخر مرة. بس تمام يا رجالة، رجالتي سقور طبعا مش تبع فريق الصقر، بس قوليلي انتوا كنتوا رايحين كده على فين؟ يا بنتي انت بقيتي حشرية كده ليه؟ بس هقولك، كنت انا والنمر هنقضي اليوم مع بعض. ايوه يا عم، الله يسهله يا اختي تنيلي، ما هو كده هنرجع عشان نشوف اللي اتقبض عليهم. روح انت وحمزه وقضي اليوم مع بعض، وملكيش دعوه بحاجه، انسي الشغل شويه. ايوه بقى، قول لها الله يبارك لك يا ست اللواء. اهو انا بقول اهو، يلا يا شباب نرجع، وانتوا بقى قضوا وقت كويس عشان تتفقوا على كل حاجه ان شاء الله. يلا سلام. وركب عربيته. حمزه انا اتصبت في كتفي. وحمزه وقف عربيته. نعم، انت بتقولي ايه؟ جالي طلقه بس هي سطحيه، تعالى نروح المستشفى. وحمزه مشي بسرعه جدا. بالراحه يا ابني، دي حاجه بسيطه. بسيطه ايه وكمان واقفه تهزري وانت بتنزفي؟ عادي، انا متعوده على كل ده. ماشي يا ست المتعوده. ووصلوا المستشفى وحمزه جاي يشيلها. ايه ده، انت هتعمل ايه؟ ايه هشيلك؟ هتشيل مين؟ ايه ده جنبك لا توحشك يا نمر، انا مفيش فيا حاجه، انا همشي على رجلي. يخرب بيت الفصلان، مش كفايه بتوع المافيا اللي ضيعوا علينا الفسحه ولا ايه؟ ختمت كمان باصابه. الاصابه خفيفه، وهم مش هيعدوا اللي حصل كده بالسائل. ما احنا عارفين، واحنا سهلنا دخول ناسهم، بس انا قلت بقى ياخدوا راحه، دول لسه جايين. ليه جايين فرح العمده؟ دول محترفين وبيخلصوا بقى اول باول، عشان مش جايين يتفسحوا. يا ستي عارف انا بهزر، تعالي ادخلي. ودخل وكانت فرحانه، واول ما شافتهم منورين. الدكتوره اخت خطيبي؟ لا، ما خلاص بقى، شكل حضره الضابط قالك على السر. قال لي يا ستي بس ماشي، انا بقى عايزه اشتغل دكتور خالد. طب نشوف جرحك الاول، وبعدها نشوف موضوع تشتغلي الدكتور ده. وبعدها وطى على ودنها: بقولك ايه، انا بغير، ها بدل ما اخلص عليه. طب ليه حضرة الضابط؟ ده انا هو غلبانة، احنا كنا عايزينكم ترجعوا لبعض. لينا وحمزة ضحكوا: هو انت حاطة ودانك معانا ولا ايه؟ ايوان. وضحكوا، ولينا قالت لها على مكان الاصابة: بس ده لازم عمليات. لا، هنا في العيادة الموضوع بسيط. يا حضرة الضابط، لازم بنج كلي. انا قلت هنا يا دكتورة، هي مش اول مرة يعني. حاضر، امري لله. وفعلا الممرضة جهزت كل حاجة وطلعت الرصاصة من كتفها وعقمت الجرح. انتي جبارة. دي مفترية حتى على نفسها. انتوا ليه مقفورين الدنيا؟ الموضوع سهل، اصل مش اول مرة يعني، ولو كل مرة هندخل العمليات يبقى هنأجر غرفة عمليات لحسابي. الصراحة شغلكم صعب، ربنا معاكم، كل واحد شغله صعب ومهم. احنا جنود الله في الارض، انا وكل الضباط الشرطة او الجيش موجودين لحمايتكم، والدكاترة ربنا جعلهم سبب لشفاء المرضى، والمدرسين الاساس في كل ده، يعني كل واحد مهم وشغلته صعبة في مجاله جدا.
عندك حق يا حضرة الضابط، بتشافى ان شاء الله. ان شاء الله. هو دكتور خالد موجود؟ لينا تاني؟ للأسف سافر النهاردة، عنده مؤتمر طبي. ولينا وحمزة؟ ربنا يوفقه. ربنا يوفقه يا رب، ويوفقكم انتوا كمان. ولينا وحمزة قالوا يا رب وخرجوا. هنرجع البيت عشان ترتاحي. اوكي، اصلا دلوقتي حسيت اني تعبانة. طب يلا عشان تاخدي علاجك، وانا اتصل بيك اطمن عليكي واحدد ميعاد مع عمي لكتب الكتاب. اوكي تمام. وصلها البيت وحمدت ربنا ان هي ما لقيتش مامتها وطلعت على طول. وتسريع في الاحداث، تم كتب الكتاب لينا على حمزة وحددوا ميعاد الفرح، والكل كان مبسوط برجوع حمزة ولينا لبعض. واكتر واحدة كانت مبسوطة مامت حمزة. فلاش باك، بعد حمزة ما وصل لينا بيتها رجع بيته وكانت مامته قاعدة بتقرا كتاب، ودخل سلم عليها. وحشاني يا ست الكل. وانت اكتر يا حبيبي، عامل ايه؟ حمزة بقولك ايه، انا حاسة ان فيك حاجة متغيرة ورجع بدري. حاجة وحشة يعني ولا حلوة؟ لا حلوة طبعا، قول بقى قر واعترف. فهمان انت يا ست الكل، انا نويت اتجوز. ايه مبروك يا حبيبي، حد نعرفه؟ اكيد لا، هي بنوتة، واظن يعني انك ما تعرفهاش. ايه ده دكتور خالد يعني؟ وسكتت. كملي يا ديجة، بتتأمري عليا انت وابن الهواري. الله، ما انا حاسه بيك وبقلبك، اللي هيموت عليها اسكت يعني؟ لا تتأمري عليا. ماشي يا ست الكل. طب ولينا؟ مالها لينا؟ مش هتتجوزها ليه ما دام يعني بتحبها؟ وهي والله بتحبك. وايش عرفك بقى ان هي بتحبني؟ انت ناسي ان انا حبيبة قديمة ولا ايه؟ واعرف اللي بيحب بيبان عليه. هي بتعاند بس بتحبك انت، بس اقتحم قلبها وهي هتقول حقي برقبتي. طب بذمتك اللي زي لينا دي هتعترف بسهولة؟ الصراحة لا، بس هي بنت قوية وطيبة، وهي الوحيدة اللي شايفاها مرات ابني وام احفادي. وانا بقى هحقق امنيتك دي يا ست الكل. بجد؟ قول والله لينا وافقت؟ اه يا امي. ايه خلاص تمام، قوم يلا هنروح لها دلوقتي. ايه دي بقى، انا كنت معاها ولسه موصلها البيت واحكي لها كل اللي حصل. طب هي كويسه؟ اه الحمد لله. وانا هتصل وحدد ميعاد كتب الكتاب والفرح كمان. استعدي يا ديجه لاول حفيد من الصقر والنمر. يا رب يا رب، ده انا عايشه لليوم ده، يوم ما اشيل عثمان الصغير. خلاص سميتيه عثمان. طب لو جاب بنت يعني؟ ايه خراشي، لو بنت هسميها ليان، قريب من اسم امتها وتاخد طبع لينا، تبقى كده قوية بس قلبها كله حنية. انا نفسي اعرف بس سر حبك للينا. بتدخل القلب كده على طول. فعلا انا كنت قافل قلبي، بس هي دخلت وحلفت ما تخرج. اوعى يا حمزة في يوم تكسر قلبها. مش هكدب عليكي، اه كان في الاول، بس دلوقتي هي روحي اللي مقدرش استغنى عنها او اعيش من غيرها. ربنا يساعدكم يا حبيبي يا رب. يا رب يا امي. اه ما تتصليش بيها، تلاقيها نايمة، انا لو كلمتها هسلملك عليها. حاضر يا حبيبي. وطبعا بعدها خديجة خربت الدنيا، وكل يوم تتصل بلينا وتشاكسها لحد كتب الكتاب اللي كانت فرحانة بيه اكتر منهم هما شخصيا. ونرجع بقى من فلاش باك قبل الفرح بيوم، ليلة الحنة، لينا نايمة وهدير نايمة جنبها، ودخلت عليهم مامة لينا وهم نايمين. يا حلاوة عليكم، انتوا الاتنين نايمين، يا هانم انتي وهي، قوموا. يا محمد بقى سيبني انام شوية والنبي. محمد؟ محمد ايه؟ قومي يا اخرة صبري انتي وهي. ولينا فتحت عينيها. يا ماما في ايه؟ هقولك يا اختي في ايه، النهاردة الهانم حنتها ونايمة، والحلوة اللي نايمة جنبك دي قلت لها اطلعي صحيها وجت ونامت جنبك. يا ماما سيبيها، ما انت عارفة ان هي حامل جديد وجايلها بالنوم، ده انا بدخل عليها المكتب بلاقيها نايمة وبتحلم. والله ساعات بقول اخوكي ده ربنا بلاه بلوة. سامعاكي يا شوشو، بقى كده انا كنت ناوية لو جبت بنت اسميها شهيرة، خلاص رجعت في كلامي. احسن يا اختي، انت عايزة البنت يجيلها عقدة؟ قومي انت وهي فزي يلا، عشان البنات بتوع البيوتي سنتر كلها ساعة وجايين. مش عارفة يعني ايه لازمتها. بتنتي اسمعي الكلام واخلصي. حاضر هقوم اهو. اه واخدين اجازة عشان نرتاح بس مفيش فايدة. يلا قوموا.
طب سيبوني انام، هي عروسة انا واحدة حامل وعايزة انام، وجعانة نوم يا ناس، جعانة نوم. قومي يا جعانة كلي وشوفي هتعملي ايه، مش تنامي. يو حاضر. اصحيها، هي ماما جت؟ اه جت، وهي اللي قالتلي اطلعي هتلاقيها دي نامت جنب لينا، البت بتنام في الحمام. الله، وانا مالي، الكائن اللي جوه بطني هو اللي عامل فيا كده، بيعوض ايام الكلية والشغل. تصدقي عندك حق، حاسس او حسابية قلبه موم. طب يلا قومي توضي وصلي الظهر، وانا هصلي وانزل نفطر لحد ما البنات يوصلوا. حاضر، امري لله. وقاموا توضوا وصلوا، وبعدها نزلوا، وكانت مامت لينا ومامت هدير قاعدين، وباقي العيلة بيوصلوا، وجوم البنات وجهزوا لينا، وخديجة جت هي وبقية العيلة، وعملوا حنة لينا، والليلة كانت حلوة، والكل فرحان ومبسوط، ولينا من جواها فرحانة قوي ومبسوطة جدا. وعدى اليوم على خير، وفي صباح يوم جديد، يوم الفرح الصبح، صحيت لينا او بالاصح ما نامتش، حاسة بقلق جدا، وخرجت تجري، وحمزة واقف الشباك وشافها ونزل يجري وبيعاكس فيها بس مغير صوته، وهي ولا سأل فيه، وكل شوية بيقرب وهي ولا كأنه موجود، وفجأة وقفت وكانت هتضربه، وحمزة بيقول لها اهدي يا مجنونة. ايه ده، هو انت كنت مغير صوتك صح؟ اه قلت اشوف رد فعلك، اصلي شفته قبل كده من سنة زي النهاردة. من سنة؟ اه كنت بتجري وعربية كان فيها شباب وكانوا بيضايقوكي وحرفيا كسرتيهم. عيال سيس، بس انت اول مرة تقولي عن الموضوع ده. ما جاتش فرصة، بس لما لقيتك بتجري قلت انزل اجري وهجرب عاكس انا كمان. والله، وانت بقى متعود تعاكس؟ عمري، بس انا بعاكس مزتي اللي جننت امي. امك ديجا كده تسمعك؟ ديجا كان ناقص عليها بس ترفع عليا قضية حجر بسببك. ديجا دي حبيبتي. عارف، وكمان لما اصريتي انك تقعدي معاها. بصي يا حمزة، مامتك ربيتك ومش جزاءها ان احنا نسيبها لوحدها، نبقى انانيين، وديجا مش حما، ديجا ام. انا حسيت معاها بدفى اللي بحسه مع امي. يا رب ما تعمل عليكي حما. يا عم براحتها. بقولك ايه، كمل جري بقى، الشمس قربت تطلع وانا ما نمتش. لينا، انتي قلقانة؟ للأسف اه، مش عارفة، حاسة بقلق. يا ستي الموضوع بسيط جدا، تعالي نفطر برا وفكي كده، انا عايز الصقر الواثق من نفسه. للأسف انا حاسة ان انا داخلة على قضية كبيرة. ياه، قضية؟ يا بنتي الموضوع مش مستاهل. مش عارفة والله. تعالي بس نفطر وهتفكي. بس انا اكتشفت حاجة. اكتشفت ايه؟ ان انت طلعتي زي البنات. والله؟ وزقته في كتفه وخاف على نفسك بقى يا ابن السيوفي. حاضر. ايوه كده تعدل، قال زي البنات قال، ومشيت قدامه. ده انا مزة المزز يا ابني. طبعا، واحلى مزة في الكون كله يا سارة قلبي. يلا وصلنا المطعم، تفطري بقى وروحي نامي شوية، وانا هاجي اخدك اوصلك للبيوتي سنتر. هتركبي معايا ولا هتقولي عايزة محرم؟ انت لسه فاكر انا كنت حابة بس اضايقك؟ ودلوقتي لو ما كناش كاتبين الكتاب كنت مش هركب. انا زعلت من نفسي من اللي حصل في المكتب، وكمان ركوبي معاك لوحدنا. تعرفي يا لينا، انا كنت بستغرب الاول التزامك، بس لما قعدت وفكرت عرفت ان انتي صح. كل يوم بتثبتيلي ان انتي اللي اديك عمري وانا مبسوط. تعرف انا عمري في حياتي ما كنت افكر اني احب او اتجوز، بس ما عرفش حبيتك امتى، مش عارفة، بس في الاخر حبيتك. مش مهم، اهم حاجة ان انتي حبيتيني وانا حبيتك وبس، ده كفاية. وكملوا فطار، وحمزة رجعها البيت. يلا بقى اطلعي نامي، وانا هتصل بيكي قبل ما نروح على البيوتي سنتر. ولينا طلعت ونامت على طول، وحست ان هي مرتاحة. وفي البيوتي سنتر حمزة اتأخر، ولينا اتصلت بيه وتليفونه مقفول، واستنت ساعة، اتنين، تلاتة، والكل كان قلقان. وحمزة بعت رسالة للينا: يا بنت الزيني انتي طالق، وانا كده اخدت حقي منك. ولينا بتقرا الرساله ودموعها نازله، وبعدها اغمى عليها. وايه؟ ولحد هنا خلص الجزء ده. ويا ترى حمزه طلق لينا ليه؟ وليه عمل كده؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. ولا تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.